هذا الإضراب، تكرار هجمات البلطجية على الكلية والاعتداء على الطلبة وأساتذتهم والمباني، الغياب التام من الأمن الجامعي، إهمال الإدارة لمطالبنا وسخرية منها، ثم جاء اعتقال زملائنا. فقبل الدخول على الإضراب حاولنا بكل الطرق التواصل مع رئاسة الجامعة وعميد الكلية ومدير أمن الجامعة، إلى أننا لم نستطيع الوصول معهم إلى شيء، ولذلك قررنا بإضراب سلمي مفتوح لحين أخذ حقوقنا، ويكون سرد مطالبنا في الإفراج عن الطلاب المعتقل عمرو الجندي، محمد عبد الشكور، بلال الكومي، محمد سمير، عمرو حجاج. 2. توفير شركة أمن لحماية الطلاب من أعمال الشغب التي يتم ممارستها عليهم. 3. إصلاح التلفيات التي تعرضت لها مباني الكلية في الفترة الماضية. 4. إقالة كل من تسبب في إعمال الفوضى داخل الجامعة والكلية، خاصة نتيجة السماح بالتدخل الغاشم لقوات الداخلية. وخلال الأيام السابقة اجتمعنا مع عدد من اتحاد كليات الجامعة ومدير أمن الجامعة لعمل مبادرة يلتزم بها الجميع داخل الجامعة، واتفقنا على العديد من النقاط، كل من ضمنها الإفراج على الطلاب المعتقلين ورفعها كأحد أهم المطالب، إصلاح التلفيات التي نالت الجامعة جراء الاشتباكات التي حدثت، تقديم اعتذار مسببا من رئيس الجامعة ومدير أمن الجامعة عن دخول الداخلية، ومنها يطرح للطلاب القبول أو الرفض والتعهد بعد عدم تكرار ذلك. توفير شركة أمن خاصة للجامعة.